بالعودة إذن إلى محاولة الاغتيال الثانية، كيف استطاع المسلح أن يبقى حوالي 12 ساعة بالقرب من ملعب الجولف قبل أن يوجه بندقيته باتجاه ترامب؟ سهل الأمر هو أن جهاز الخدمة السرية لم يقم بتفتيش محيط نادي الجولف الدولي في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا قبل أن يبدأ الرئيس السابق ترامب بممارسة هوايته المفضلة، وذلك رغم علم الجميع أن ترامب يلعب الجولف بشكل متكرر في أحد الملاعب التابعة لمجمعه في فلوريدا في أيام الأحد، ما يزيد من مستوى الخطر على الرئيس السابق. ولكن جهاز الخدمة السرية لم يقم بدوره وواجبه وفق الخبراء. صحيفة نيويورك تايمز كانت قالت بأن التحقيقات تثير المزيد من الأسئلة حول ما إذا كان جهاز الخدمة السرية يتوفر على الموارد والقدرة على أداء واجباته بشكل مناسب. أيضاً تبرير القائم بأعمال جهاز الخدمة السرية لم يقنع الجميع عندما أعلن أنه لم يكن من المفترض أن يذهب الرئيس السابق إلى تلك المنطقة، وأن ترامب لم تكن لديه نزهة في الملعب ضمن جدوله الرسمي. حتى تقرير الخدمة السرية لم يوضح ما إذا كان هذا يعني أن الجهاز لم يكن لديه الوقت لتمشيط ملعب الجولف حيث يلعب هناك ترامب، ولكن الجهاز أشاد بعملائه لرصهم فوهة بندقية بين شجيرات نادي الجولف وإطلاق النار على المشتبه به رايان دبليو روث قبل أن يتمكن من إطلاق النار ومن ثم القبض عليه.